طب انا كنت سامعه انك هتنزل البوم عاطفي في اكتوبر اللي فات وتأجل، مش كده؟ ليه تأجل؟ يعني كان في حاجه، في اولويات يعني. ظروف البلد بالنسبه لي، انا مش بزايد، بس انا من الشخصيات اللي هي لو في حاجه للجميع وفي مشكله للجميع للبلد، انا ما بفكرش بقى انا في ذاتي، ما بفكرش في ان انا اعمل ايه، لانه كان حتى ما عنديش قابليه ولا عندي نفس ان انا اروح اعمل بروفات او احفظ او اروح للاستوديو اغني. وخدت يعني قعدت على ما انا لسه مخلص الالبوم، انا اشتغلت فيه من سنتين ونص، انما انا لسه خلصته في الـ من 4 شهور او 3 شهور، من لان يعني ما ابتديت بقى صح. يعني لما ابتديت الحياه تتفتح شويه والدنيا لكن انا ساعتها كنت ركنته علشان اشوف الاهم، احنا رايحين فين وهيحصل لنا ايه وهنعمل. لكن الحمد لله الحياه بقت جميله الحمد لله. طب والالبوم نفسه تفاصيله يعني مين كاتب لك كلمات؟ من كلمات كاتبها كل، انا عامل 8 تجارب يا شباب، مفيش مش عامل دوشه كتير. ممكن نسمع منهم حاجه يا شباب؟ نسمع افرش منديلك على الرمله يا ريت، حاجه منهم كده يعني شبه الفولكلور وعاملينها بشكل لذيذ يعني. تمام. وانا مستني لك عرم، افرش منديلك وانا جيلك وفارق لك قلبي على الرمله. افرش منديلك عرم وانا مستني لك عرم، افرش منديلك وانا جيلك وفارق لك قلبي على الرمله. جايب قلبي ما جايب رايح جاي، وانا جاي رايح جاي، وانا جاي وجاي قلبي معاك بزيادة بلاش، ما تحبكهاش من بدري قاعدك على الرملة. افرش منديلك على الرملة وانا مستنيلك على الرملة، افرش منديلك وانا جيلك وانا مستنيلك قلبي على الرملة. على شط تشال يا موجة وتحطي قربي من المسافات، فرش منديلك هنا جنب ده قلبي مطبب على جنبي وقلبك يا ابويا منديلك على شط تشال يا موجة وتحطي قربي من المسافات، جنبنا قلبي مطبل على جنبي وقلبت يا ابويا. جايب قلبي ما جايب ورايح جاي، وانا جاي وجاي قلبي معاك، قلبي ما جايب ورايح جاي، وانا جاي وجاي قلبي معاك بزيادة بلاش، ما تحبكهاش من بدري قاعدلك الله 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 الله. وافرش منديلك على الرمله فيها لهجه شويه قلبي يعني شويه تحس انها فلاح شويه، عارف الفلاحين دايما يقول لك انا قلبي مطبل على جنبي،
يعني من الحب يعني قلب مطبل الدنيا. دي فولكلور ولا كلمات؟ احنا واخدين طعم الفولكلور. هي طبعا هي الجمله نفسها فريش مانديلا الفولكلور، بس احمد فرحات لحنها بالشكل ده يعني. هو الكاتب نصر الدين ناجي والملحن وموزع احمد فرحات. دي من الجديد. وطبعا كان في اغنيه اللي هي افرش منديلك على الرمله. انا دي حاجه دي ايه ده يا محمد زروق؟ ده كان الاستاذ كان الاستاذ ماهر العطار. ماهر العطار استاذ ماهر العطار. كل التحيه بس احنا في سكتين.